بما اننا بنتكلم عن المجاملات، معرفش بقى الحقيقه، انا الموضوع ده النهارده اتحاد كره الطايره استقر خلال ازمه مريم مصطفى لاعبه كره الطائره سيدات بالنادي الاهلي، يعني لا وقعت على عقود التجديد للنادي الاهلي، وبعت وريت لحضراتكم الصور والكلام ده كله، ثم وقعت لنادي الزمالك، عايزين يوقفوها شهرين فاس، وبعد كده تختار النادي اللي عايز تلعب فيه. هو في حاجه اسمها كده تبع لائحه ايه؟ انا مش عارف. هو طبعا هو الموضوع ده لم يظهر بشكل رسمي، ده اللي خارج وده اللي طالع من اتحاد الطايره اللي انا عرفته من مصادري جوه الاتحاد. هل في لائحه بتقول يتوقف شهرين وبعدين تختار النادي اللي انت عايزه؟ معرفش، انا مش قادر اتكلم في الموضوع قوي علشان لم يظهر بشكل رسمي. زي ما بقول يعني انا امبارح بقول لحضراتكم ايه، دايما خلينا ننتظر الاعلانات الرسميه في كل، يعني النادي الاهلي هو الابرز بالنسبه لنا، فخلينا ننتظر الاعلان الرسمي عن هذا الامر، لانه ده من مصادر جوه الاتحاد بتتقال لنا. هل في لائحه في العالم تقول لك يتوقف شهرين وبعدين يطلع يختار النادي اللي هو عايزه؟ خلي بالكم، انتوا فاكرين القصه؟ هحكي لكم القصه مش دلوقتي. انا سايب الموضوع، هتقول لي انت بتتكلم كده ليه؟ هقول لك انا بس برمي علشان افهم او جمهور النادي الاهلي يفهم ايه اللي بيحصل. وبنفهم اتحاد الناس في اتحاد كره الطايره المسؤولين، انا اسف، في اتحاد كره الطايره ان احنا ناس محترمه وعلى دماغنا مفيش حاجه يعني، لكن احنا متابعين حضراتكم وشايفين ومعاكم في كل الاعداد بالمناسبه. انا بس مش هحكي التفاصيل اللي عندي دلوقتي. احنا مع حضراتكم في كل الاعداد تقريبا. وفي مفاجاه هتستغربوها. بس كل حاجه مش دلوقتي. انا عايز حضراتكم، لان انا عارف ان هم بيتابعوا البرنامج ده تحديدا، حد منهم يعني بيتابع البرنامج ده تحديدا كل يوم علشان يعرف هيتقال ايه عليه. انا والله انا لا اتكلم على حد بشكل شخصي، اقسم بالله هذه هي الحقيقه. ده والناس اللي في ناس بتبقى عندي معاهم علاقات جيده جدا بره الهوى، ولكن لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي ولا يحصل حاجه ضد النادي الاهلي وهي ليست حق لحضرتك، لا هطلع واقول. هطلع واقول انت بتعمل ايه وبتقول ايه لا ده في مفاجآت كتير الفتره اللي جايه. طب يا عم اسلام مش هتتكلم ليه؟ معرفش، ما هو لانه لم يظهر اي شيء رسمي حتى الان، حتى هذه اللحظه. انا بقول لكم هي مصادر بتقول ان هناك اللاعبه مريم مصطفى هيوقفوها شهرين وهتطلع بعد كده تختار النادي اللي هي عايزاه. هذه هي المصادر، قد تكون المصادر خاطئه، الله اعلم. اللي هيحصل خلينا نشوف.